السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي غسات جديده. الوغ كيما راكم تشوفوا اليوم ان شاء الله انا حندير معكم هاد لا تارت ولا هاد لا كيش على طوماط. البنه تاعها تجي بزاف بنينه ما شاء الله، لي زانغريديون تاعها بزاف قلال، ولا بريباراسيون تاعها تانيك بزاف سهله، ماشي حتاخذ معانا كامل الوقت. تقدروا ترافقوها مع لي بلا تاعكم كوم تقدروا ترافقوها تانيك مع لي سوب. Alors, là, on va voir la préparation et les ingrédients. Alors, bismillah, on va voir les ingrédients. La première chose que nous avons, c'est bien la pâte feuilletée. La pâte feuilletée de l'Italie, je l'ai déjà faite. Je l'ai déjà faite avec vous sur la chaîne. Si vous êtes intéressé, vous pouvez la recette ou le lien dans la barre d'infos. نحتاجو هنايا تانيك 3 حبيبات طوماطيش. بالنسبة لكونتيتي كل وحدة تستعمل شحال تحب وشحال يساعدها. غسلتها وقطعتها هكدايا دي غوندال يكونو رقاق شوية ماشي بزاف خشان. هنايا عندي تانيك كونتيتي صغيرة تاع فخوماج كامونبير، قطعتو بالطول وقطعوه شوية رقيق. وهنايا نحتاجو تانيك كونتيتي صغيرة تاع لاموتارد وكونتيتي صغيرة تاع لاشابلوغ. وهنايا عندي زيتون كحل بور لا ديكوراسيون. اول حاجه هنايا رانا رايحين نبداو نحلو لا بات فيتي ديالنا. كيما راكم تشوفوا سوبودريت لو بلان دو طرافاي ديالي بلا فارين، ونبدا نفتح في العجينه ديالي. ما تحلوهاش بزاف خشينه وما تحلوهاش تانيك بزاف بزاف رقيقه. فوالا باش ما طيب لكمش لا طارت تاعكم على طوماط يابسه، باش ما تجيكمش يابسه بزاف. هكذا نحلوها بشكل متوسط. هكذا يحلوها بيان على حساب لا فورم تاع لو بلاطو ديالكم. نعطوها شكل مسقم، كل وحده تفتح لا بات تاعها سولون لو بلاطو تاعها. هاد لا كيش راح تجيكم بزاف بنينه، كيش على طوماط ولا تارت على طوماط، تقدروا ما تقولوا لها اون تورت على طوماط. فوالا تجي بزاف بنينه ومام خفيفه كيما راكم تشوفوا معايا، ما فيهاش بزاف لي زانغريديون وما تاخذ بزاف من وقتنا، سورتو الا كانت عندكم لا بات فيتي واجده. فوالا تمتم تجبدوا لا بات فيتي ديالكم من الكونجيلاتور، تخلوها تديكونجلا وقت صغير وتبداو تخدموا في لا طارت تاعكم. بعد ما فتحت لا بات فيتي ديالي، فوالا هنايا راني رايحه نبدا نستويها ونحطها في لو بلاطو. تقدروا تستعملوا نيمبورت كال بلاطو عندكم، نيمبورت كال فورم، كل وحده تستعمل بالشي اللي عندها. فوالا هكذا نبداو نستفو لا بات تاعنا في السنيوه. عاونوا روحكم غير بلو رولو. فوالا هنايا راني رايحه ندير اون بوتيت فورم لهاد لا تارت ديالي. هكذايا هاد الجوانب ديالها ولا هاد لي كوتي نعطوهم هكذايا شكل شباب. جست روليوها هكذا اون بوتيت فورم باش نتحصلوا على ديكور شباب. لي كوتي تاعها كامل ديروا لهم هذا الشكل، حاجه خفيفه وسهله. فوالا اون توكا رايحه تزيد لكم في لو كوتي فيزوال. لوها كامل. فوالا انا توجور عندي لا بات فيتي واجده في الكونجيلاتور كي يكون عندي وقت ان طون ليبر. Voilà, je profite, nous j'ai de la pâte feuilletée d'y aller, je l'ai fait le congélateur, je l'ai toujours fait des sachets de congélation, je l'ai des morceaux. Ou qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comme je vous ai dit avec la recette, je ne vais pas faire de camel. Déjà la recette, c'est là, la pâte feuilletée d'y aller, qu'elle est avec ça. Surtout, je vais faire des soupes, ça va donner beaucoup. Voilà, je vais faire des quiches, des quiches, des salés, des... C'est ma mlech, je vais faire des quiches, je vais faire de côté. هنايا في هاد ليتاب راني رايحه نبدا ندير هكذايا كالكو ترو غير بلا فورشيت، على بالنا بلي مع السخانه تاع الفوغ لا بات فيتي تتنفخ بزاف، سورتو الا خدمتوها بيان الا كانت ناجحه. الوغ ندير لها كالكو ترو هكذا. فوالا لازم نديرو هاد ليتاب كيما قلت لكم باش ما تتنفخ لكمش بزاف. هنايا جبت هذيك لا كونتيتي ديالي تاع لا موتارد، راني رايحه نبدا نحطها سور لا بات فيتي.
هكذا نمشوها كامل، نطلو كامل هاد لاباط تاعنا بلا موتارد، فريمون راح تجي بزاف بنينه. فوالا نطلوها كامل حتى تتغلف لنا كامل هاد لاباط، مشوها بيان وقيسو كامل لي كوتي. بعد ما دهنت كامل لاباط فيتي ديالي بلا موتارد، هنايا جبت لاشابلوغ وراني بديت نرش لاشابلوغ على لاباط فيتي ديالي. فوالا نرشو كامل وقيسو بيان لي كوان، لحقوها حتى لي بوغ هكذايا في الحواف كامل. لو رول تاع لاشابلوغ سي كو تخلي لنا لا تارت ديالنا تاع لا طوماط ولا لا تارت اللي رانا نحضرو فيها اليوم تخليها لنا كروستيونت، راهي رايحه تعطينا قرمشه، و اون بليس راهي رايحه تابسوربي لنا كامل هذاك لو جو تاع لا طوماط. شتو لا طوماط تلق لنا لو جو تاعها، تلق لنا الماء تاعها، دونك هاد لاشابلوغ رايحه تشرب كامل هذاك الماء تاع الطوماطيش، وراهي رايحه تحمي لي لاباط فيتي ديالي ماش رايحه تتقطع. الو اون بليس زيد لنا في البنه هكذا، رشوها بيان اون بون كونتيتي باش تاسوري وتضمنوا بلي لاباط فيتي تاعكم ماهيش رايحه تنتقب لكم في الفوخ مع هذاك جو طوماط. فوالا انايا راني رشيتها بيان. هنايا راني رايحه نبدا نحط هذوك لي مورسو تاع فرماج كامونبير. فوالا نتوما تقدروا ديروا كامونبير، تقدروا ديروا فرماج موتزاريلا، تقدروا ديروا شيدار، تقدروا تستعملوا نيمبورت كيل فرماج تحبوه، كوم تقدروا تستغناو كامل عليه. فوالا و لا تارت تاعكم راهي رايحه تجيكم بنينه، على ما نكثرش بزاف هكذايا كلكو مورسو هكذا. كيما راكم تشوفوا معايا بعد ما دهنا كامل لاباط فيتي ديالنا بلا موتارد ورشيتها مليح بلا شابلوغ ودرت لها هذوك لي مورسو تاع فرماج، هنايا راني بديت نستف في لي مورسو ولا في لي روندال تاع لا طوماط ديالي. فوالا كيما قلت لكم قطعوها بشكل رقيق باش تحصلوا على نتيجه مليحه وشكل شباب. شفتوا انايا هنايا وين درت لو فرماج، تقدروا نتوما ديروا نيمبورط كل حاجه تحبوها، باغ اكزومبل تقدروا ديروا دي تون لي يحبوا الطون، الناس لي يحبوا الطون بيان سور. تقدروا ديروا ثاني لي زونشوا، انايا ما نحبش لي زونشوا بصح ساعات ساعات نستعملهم هكذا كاين في الدار لي يحبوهم. الوغ نتوما تقدروا تستعملوا نيمبورط كل حاجه تحبوها. فوالا انا نعطيكم ليدي وانتوما تعرفوا كيفاش تستبدلوا. فوالا نستفو كامل هاد لي روندال تاع لا طوماط، سيو ستفوهم كيما راني نستفهم انايا شغل مرايا على مرايا هكذا باش تتحصلوا على شكل شباب. وبيان سور وين تشوفوا حبه راهي ناقصه ولا اون رونجي راهي ناقصه نزيدوا لها على بهذا الشكل حتى نكملوها كامل. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا بعد ما كملت استفت كامل لي روندال تاع لا طوماط، هنايا نملحهم ندير لهم غير شويه ملح. فوالا ماشي حاجه باسكو كي قطعتها ما درت لهاش الملح، على غير كميه قليله برك باش ما تجيناش لا طوماط ديالنا صامطه هكذايا. هنايا عندي لي زيرب دو بروفونس ولا الاعشاب المعطره ولا الاعشاب منسمه. فوالا اللي عندها تقدر دير، لي ما عندهاش معليش تقدر دير غير شويه زيتها هكذايا رشه خفيفه، راه ما راح يزيدوا لنا في لوغو وفي البنه. فوالا وهنايا ندير حبيبات زيتون هكذايا نوار، نحطوهم بهذا الشكل شكل عشوائي. فوالا اللي حبيت تعوضو تانيك بزيتون الخضر تقدر تعوضو، كل وحده دير بلي موايا اللي عندها. استفوه كامل باش يعطينا ديكور شباب هكذايا. هنايا اون ديرني راني رايحه نزيد عليها ان فيلي دويل دوليف، كميه قليله تاع زيت الزيتون، حنا نحبوها بزاف هكذا في الدار بالكو تاع زيت الزيتون هكذايا، ديرو فوق الطوماطيش رايحه يعطينا كو بزاف بنين. فوالا وهنايا نسيت ما قلت لكمش لي كوتي هادوما تاع لاباط فيتي لي راهم يبانو، لي حبت تدهنهم بالصفار تاع ولاد الدجاج بلو جون دوف باش يحمروا لها تقدر تدهنهم. انا ما راني رايحه ندير لهم والو كيما شفتوا معايا ما دهنتهمش ويحمروا لي في الفوخ.
الوغ لا تارت ديالي تاع لا طوماط بلا بات فويتي راهي واجده، راني رايحه ندخلها للفوغ على 160 درجه. لو فوغ تاع بيان سور شغلته باردون من قبل، على بالكم بلي لا بات فويتي تحب سخانه، ندخلها طيب نشوف كامل هاد لي كوتي يكونوا ولاو دوغي وحمار، وبيان عارف بلي لا تارت ديالي طابت. نحطها طيب ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما توجد. الوغ هاي لي كلاطارت تاعنا ولا لا كيش على طوماط في الشكل تاعها النهائي هذا، ونخرجتها من الفوق وهي سخونه، زدت عليها هدايا قطرات برك تاع زيت الزيتون، فريمون ريحتها ما شاء الله، وما متشهي وتجي بزاف بنينه، سورتو سورتو الى رافقتوها مع دي سوب. ننصحكم تجربوها وتشاركوني تطبيقاتكم. قسمت معكم هنايا امتي مورسو، شوفوها كيفاش جاتنا من الداخل. فوالا شوفوا كيفاش طابت من التحت بيان دوغي، هاي لا طيبها ما شاء الله. هذيك لا طوماط كيف كيف طابت لنا مليح، هذاك لو ميلونج تاع الكامونبير مع لا موتارد عطاو لنا مذاق هايل ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. كنت شاركت معكم ديجا لا كوكا بلا بات فيتي كوفيرت، اون كوكا كوفيرت، نخلي لكم ثاني لو ليان ولا ريسيت في لا بار دانفو لي راهي انتريسي. فوالا شوفوا كيفاش تجي بزاف طريه، وسمعوا لو كوستي ولا القرمشه تاعها كما شفتوا معايا. الوغ هذه هي لا ريسيت تاعي، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. الى عجبتكم ما تنساوش ان جيم ان كومونتير اي ان بارطاج، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.